تمرين صياغة الهدف العام للمشروع وتحليل هذا الهدف العام. كما تلاحظون أن الزملاء في دورة إدارة المشاريع الاحترافية الاستقرار مو واحد موجود هنا لا الرضا العملاء يمكن هذا طلبات العملاء استقرار المجلس. الآن هم في ورشة عمل تطبيقية على صياغة هدف المشروع. كما تلاحظون أن نقاشات حوارات الكل متفاعل ما شاء الله تبارك الله، والمجموعات كلها في تفاعل عام مع المشروع.